لم ترتقي أن تكون من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، لكن التنظيم وجد في قلمها ضالته المنشودة للهجوم على الأنظمة العربية والدفاع عن أجندته الإرهابية. إنها الصحفية بوكالة الأناضول التركية إحسان الفقيه، كاتبة أردنية الجنسية ذات أصول فلسطينية تتنكر لفلسطينيتها، باعت نفسها بريالات قليلة فانضمت للتحالف الإخوانجي القطري لتعبر عن سياسات تنظيم الحمدين وحلفائه في أنقرة للقيام بمهمة محددة، وهي الهجوم على الأنظمة العربية والإساءة للدول العربية المقاطعة لقطر. المقاطعة العربية لقطر كشفت عن المعدن الحقيقي للكاتبة الإخوانجية، فذهبت للهجوم على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين بالتزامن مع هجوم الأبواق القطرية على الدول العربية. فقد بدا واضحا للعيان أن الأوركسترا الذي يحرك الطرفين واحد. جندت الفقيه قلمها للدفاع عن أعداء العروبة، فجاءت كلماتها لخدمة أسيادها، فذهبت لتبرير التدخل التركي في سوريا تارة، وحاولت التقليل من شأن الجرائم التركية ضد الإنسانية تارة أخرى، لتنفذ أجندة مرسومة لها مسبقا بالدفاع عن معتد غاشم استباح الأرض والدماء. بأموال قطرية وأطماع تركية تحولت الفقيه إلى بوق نسائي لجماعة الإخوان الإرهابية، تنفذ أجندتها المشبوهة وتهاجم معارضيها وتمرر أفكارها المتطرفة، لتظهر حقيقة المرتزقة الإخوانجية في دعم الإرهاب وتبرير التطرف.